كنت اخده قرار بقى من قبلها بوقت يعني، بس هو الناس اتفاجئوا. اكيد قبلها بشهور طبعا. بعد سنه من الجواز كنت قررت انك مش عايزه؟ طبعا سنه، كان في قبلها 6 شهور اختبارات. بس بعض الحالات بيكون فيها الطلاق رزق، كل ما في الحياه ياتيني بسهوله وفرح وبهاء. بهاء بهاء، انا بقالي سنتين ما عملتش اي حاجه خالص، وبدات انطلق من اسبوعين بس اهو. شايف انا رفعت القضيه بتاريخ 28 وتم الطلاق عند المأذون يوم 30، فجه الصدفه انه نازل في الوقت اللي رفعت فيه القضيه. فجم الناس الصبح لقوني حاطه بقول لهم صباح الفل وجمال، كاتبين يا ست انت اتطلقتي. بطلق بحلى واعمل ايه في نفسي يعني؟ يا ريت كل ستات اما تطلق تحلو كده. فنزاتي فرحانين بيا وهم اهم حاجه الحياه عندي. يعني دايما اللي هو الصور والجوابات، انا عندي يقولوا لي شيلي شيلي الصوره، ما اعرفش اللي محطوطه على على الواتساب وده الفانز ده، شيلي سميه طول الوقت يقعدوا يا جماعه الموضوع بسيط قوي والله العظيم. هو وارد ان انتوا ترجعوا لبعض؟ قلت لك صعب. صعب بس كل حاجه ممكن تحصل. انا سمعت صح، المستقبل بتاع ربنا، ما تقدرش تقول مين يرجع لمين ولا مين ساب مين ولا مين هيموت قبل مين. الجواز والطلاق والخلفه والحاجات دي حاجات، دي اقدار.